15 سنة و15 سنة مهرجان السينما للأفلام أكيد عم بيكون موجود ببيروت البيف أو بالبيروت انترناشونال فيلم فيستيفال، رح تخبرنا عنه اليوم بالتفصيل أكثر مديرة المهرجان كوليت نوفل بالسينما. صباح الخير كولات، ضيفتي المعهودة، وكل سنة بعد سنة منتابع المهرجان هو عم يكبر قدامنا، وعم نشوف قديش عم بيكون في حضور لأفلام عديدة من كل أنحاء العالم ومن لبنان أيضا. أهلا وسهلا فيك اليوم. أهلا فيك غيلا. اليوم ما كنا عم نحكي، هلا عم بقول 15 سنة، هي لأنه الإديشن 15 مزبوط. بس هو أكتر صار له 18، نحن بلشنا سنة 97 ايه. بس بتعرفي كان في سنتين ثلاثة ما قدرنا نعمل مهرجان من وراء الأحوال. مزبوط بس هلا تعلمنا نضلنا ماشيين، ضيوف بلا ضيوف بس يضلوا مستمر. صحيح، لانه للاسف يعني بنلاحظ قديش كل سنه يعني كان عم بيكون في كثير ضيوف، انما عم نلاحظ قديش دائما في الخوف انه يلغوا او ما يجوا ويرجعوا يغيروا رايهم. هذيك السنه ما كان في شك انه كانت معنا النجمه الكبيره جوليات بينوش، وكان معنا جولي جاييه كمان كانت باستوديو، كنا كثير فخورين باستضافتها وتعرفنا على جوليات بينوش بالليل بافتتاح الفيلم. السنه للاسف ما في حضور لضيوف من الخارج. رح يكون في ضيوف من المنطقه؟ ايه اكيد ايه. منطقه لا بس من لبنان. من لبنان ايه. اكيد اللبنانيه كل المخرجين رح يكونوا حاضرين اللي عندهم افلام بالمهرجان. نعم يعني بيكونوا حاضرين. كنا بنتمنى على العالم اكثر، بس بتعرفي الصاله اللي اخذينها هالسنه صغيره كثير، 270 كرسي الى الاسف، بس بالموتاني بالانستيتيو الفرنسي. ايه بقى نحن بتعرفي معودين على 1000 و1200 كرسي، بس مثل ما بيقولوا بدنا نجود بالموجود، ما قدرنا نجهز اللي بدنا اياه بالمركز المؤتمرات بدبي. ان شاء الله السنه الجايه، السنه الجايه ان شاء الله بننتظر عدد اكبر من إيه. من الحضور بيكونوا موجودين. خلينا نشوف تي في سي للمهرجان قبل ما نبدا حديثنا كوليت. حلوه كثير ها. عم نلاحظ هون كمان انه عم بيكون في مشاركه لاشخاص شاركوا قبل بمهرجان الافلام ببيروت، وعم بيكونوا كمان هن موجودين هلا بالدعايه، حتى كنا عم نقول انه مايك مالاجاليان هو اللي عملكم اياها للبروموشن للتلفزيون. كمان افلام عديده بيتم اختيارها من العالم وايضا من المنطقه ومن لبنان. كيف عم بيتم اول شيء الشغل لحتى تقدروا تجمعوا الافلام الكثير اللي بتنبعث لكم وترجعوا تصفوها لحتى تعرضوها امام المشاهدين باسبوع واحد؟ هيدا منبلش شغلنا قبل بسنة. بتعرفي منسافر لعدة مهرجانات، في ثلاث أشخاص بيجوا معي، بيجي الياس دمر، ناجي، نوفل وأوليفر إجا هالسنة إيه، وهن بيركضوا أكتر شيء. أنا بشوف فلومي قدون مش قدون، لأنه بيضل عندي معيد أنا بدي لازم شوف العالم يلي بنقون، برجع بشوفهم ومنبرغل مننقي هدول الأفلام الدولية. وبعدين عدد شي 400-500 بيجينا فيا الإنترنت إيه. هيدي هي، وهي بدها الشغل بدي فيني أقول لك راس شهرين، منوقف كل شيء منشوف بعدين بنقعد نبرد. عم بيجينا اكثر واكثر واكثر هالسنه. بس الحلو هالسنه اللي بدي اقوله انه في عنا افلام لبنانيه مهمه حقيقه. هيدي السنه كانت غنيه كثير بانتاج اللبناني، الافلام القصيره خاصه. يعني عندك 6-7 افلام بجننوا، في هيومر، في دراما، في كل شيء، بس الافكار فظيعه، الشغل مهم كثير. يعني هالسنه نحن فخورين كثير بالانتاج اللبناني. وعندك افلام وثائقيه كمان امبارح بالابي سي، قد ما في هجوم خاصه على الافلام اللبنانيه انقطع ورق للتذاكر، والقوام رتبوا الامور. بس لقلك انه شيء حلو هالسنه اكيد هيدا. هذا الشيء بيسعدنا لما بنشوف انه كمان في اقبال على الافلام اللبنانيه اللي هي بحاجه لدعم، خاصه الفيلم القصير اللي دائما بنشوف انه الناس ما بتركض عليه او ما بتروح لتحضره، بدلها بتفضل الفيلم الروائي الطويل. انما الفيلم القصير بده جهد كثير كبير مزبوط. وبيتعبوا كثير عليه، ولازم واحد يقدره ويعطيه فعلا مكانته بصالات السينما. ما هو هون بتطلع هون ببينوا المواهب اكيد. نادين لبكي ربحت اول جائزه سنه 97 معنا فيلم القصير اونزري باستور. بقى كل هالشباب يلي عم بيوصلوا لافلام طويله كلهم بدي يبلشوا هون، يعني بافلام قصيره.
مظبوط، هيدي دايما بتكون اول خطوه. مزبوط. كيف عم بيتم اختيار كمان الافلام اللي عم تتوزع بين الافتتاح وبين الختام، يعني على مدار هالاسبوع كيف بيتم اختياره؟ يعني ليش بتختاروا مثلا مثل اليوم عنا ذا ليتل برنس، ليش اليوم تم اختيار رح اقول لك شو. نحن هيدا بس عرفنا فيه اول السنه اتصلنا بالموزع لانه اول شيء قصه كلاسيكيه، وبعدين مارك اوزبورن مشهور بشغله، وقلنا رح ينزل بكان رح نقدر نشوفه هنيك نضرب نظريه عليه، وكان بدنا فيلم يفتح القلب. هيدا رسوم متحركه، قصه حلوه، يعني الكبير والصغير بينبسط فيها. بقى وقت اللي قالوا لنا ايه اكيد نحن بنستمنى ايه، بس ان شاء الله يكون الريليز ديت مش قبلكم. ايه وكان في خوف انه رح يكون قبل، بس بالاخر زبطت. يعني هيدي عم نحكي فيها من نيسان، وفيلم الختام لا من شيء اربع اشهر نهيناها. ما بنصير نفتش على فلومه حلوه وقويه والجمهور كله بيقدر يحبون. مش دائما بنتوفق بافلام هيك للافتتاح والختام، لانه بين الاثنين اغلبيه الافلام بدها جمهور معين، مثل ما بيقولوا سينيفيل ارت هاوس، لانه كلهم شوي بدهم واحد يفوت بالفيلم وكل شيء، مع انه هون بلبنان في جمهور كبير للسينيفيل مثل ما بيقولوا. بس افتتاح وختام دائما بنجرب يكون عندنا افلام اللي بتبسط الكل. السنه الماضيه مش كلهم كانوا هيك، في منهم مواضيع صعبه، بس في شيء بغطي عشيه مثل ما بيقولوا. اليوم رح نشوف هلا كمان تريلر لذا ليتل برنس اللي رح نشوفه عشيه اليوم ان شاء الله بالسينما تاني بالانستيتيو فرنسي. بنشوف تريلر لهالفيلم لمارك اوزبورن ومنتابع. You're gonna be a Worth Academy graduate because I've designed a plan. Your life plan. The hour of the day of the week of the month of the year of your life. We're not leaving anything to chance. Now here I am, up here. You are going to make a wonderful grown-up. Thank you, Mom. I just wanted to give your drawing back. You didn't like it? No, I did. Once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely bigger than himself. I thought I'd never find anyone who wanted to hear my story. If you please draw me a sheep. What was a kid doing there in the desert? There was no mention of life on any other planets. An asteroid B612. You are the Everland. Wow. And the little prince. One world away. He was very fond of sunsets. I'll make believe in one light away. Did you finish your study work? Not exactly. اليوم يعني رح نفتح مش مثل العاده تبعية المهرجان، يعني البيف بالعاده ما بيكون افتتاحه بفيلم انيميشن، هي اول مره انا بشهدها للصراحه. قديش فعلا كان الخيار صعب لتنقوا هيك فيلم، لانه كمان فيلم الختام رح يكون مختلف كليا عن هالافتتاح. ما كان صعب ابدا، لانه وقت اللي عرفنا انه هالفيلم رح يطلع دغري 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 اثنين من الاشخاص اللي بيسافروا معي دغري قالوا لي في هيدا الفيلم هيدا رح ينزل بكان اذا فينا ناخده قبل ما شفني. يعني ما بدها شيء، القصه حلوه كثير، وبعدين انيميشن من مارك اوزبورن، هدول الثلاثه بالدليل انه لحالهم ايه بيحكوا لحالهم. مزبوط مزبوط. واختيار فيلم الختام رح يكون هنا ابني ملالا كمان هيدا قصه ملالا يوسف زاي اللي جربوا يقتلوها الطالبان لانه بدها تتعلم وما قدروا يوقفوها، قصه حقيقيه، هو فيلم وثائقي وهي موجوده فيه. فيلم كتير حلو، شو ما معمول منيح، وبالفيلم بدك تاكليها لهالبنت الصغيره، بتشوفي ميلي هالمره يلي بتشتغل وشجاع كوريجس عندها الشجاعه وما بتخاف، ونص وجهها حديد ما فيها تسكر عينها لميله الشمال ولا هون ايه، وما بهمها كل هيدا. وتاني ميل بتشوفي هالبنت الصغيره انوسان، شو بيقولوا، بريئه وبتستحي وبدها بتدرس للساعه 12 وحده قد ما عندها غير شغل ايه، وبدها توصل بدروسها. يعني هالشخصين بهالولد الصغير شيء فظيع. ك
كلنا ناطرينه هيدا ان شاء الله خميس الجاي ب 15 شهر كمان المساء. كولات غير افلام رح تنعرض خلال هالاسبوع كمان هي مشكله، يعني افلام اللبنانيه امتى رح تمرق كمان لحتى نخصص لها يعني محطه معينه، لانه كل الناس لازم يروحوا يشوفوا هالافلام القصيره، ومثل ما قلتي صار في الاقبال بلشنا نشوفه على شباك التذاكر كمان. مزبوط. هلا اول شيء البرنامج موجود على الويب سايت تبعنا، بفوتوا عليه بيشوفوا كل شيء www.beirutfilmfestival.org بيشوفوا امتى عم بيمروا الافلام اللبنانيه والكل الافلام. ما فيني اقول لك هلا وامتى لانه كتار نحن بنجمع الافلام القصيره بجروبات ليعملوا ساعه ونص، ليكون عندهم نص ساعه بعدين لجواب سؤال جواب للشباب يقدروا ياخذوا يعطوا مع الجمهور. بقى ما فيني اقول لك ايمتى، لازم يفوتوا على الويب سايت اكيد ليعرفوا تفاصيل اكثر، اما يروحوا على الاي بي سي سينما جراند سينما بالاي بي سي لياخذوا البرنامج موجود هناك مع الكتالوج. هيدي واحد اثنين. بس بحب اقول لك انه في فيلمين يمكن ما رح نقدر نعرضهم لانه لهلا ما اجونا رخص العرض، اللي هني واسب لفيليب عوتي دور، والثاني لايف از ويتنج ليارا لي، فيلم وثائقي عن الويسترن سهارا. بقى يمكن هيدول لانه في واحد منهم بده ينزل كان لازم بكره يكون عرضه، بقى ما بفتكر رح ينعرض واسب بعد ما بلغنا المخرج لانه مسافر وواصل بعض الظهر. اها هو لبناني نص لبناني نص لبناني. وهون للاسف يعني بعدنا عم نلاحظ مشاكلكم مع الرقابه، والفيلمين مثل ما قلتي ما وصلوا ل يعني ما حيقدروا ينعرضوا بخلال هالمهرجان، انما الافلام الثانيه هن تقريبا قديش عددهم الافلام اللبنانيه؟ هو كلهم سوا بفتكر عندنا 70 75 لبنانيه ل 13 فيلم 13 فيلم. وهن كلهم مع بعضهم بالاجمال لا مقسمينهم لانه حسب الطول الفيلم لنجرب بنجمع جروبات ساعة ونص هيك شيء ليصير في وقت بعدين سؤال جواب. بقى بنجمعهم حسب الوقت. طب وبالنسبه للكمان مخرجين لبنانيين عم تقولي في اسئله بالنص بين الحلق يعني بين تقريبا ساعه ونص والساعه ونص رح يكونوا موجودين لحتى يتفرغوا للاسئله تبع الجمهور؟ اغلبين ايه رح يكونوا موجودين. يمكن في واحد اما اثنين مش موجودين مسافرين، بس الباقي المخرجين كلهم هون ورح يقدموا فيلمهم وبعدين بيكونوا موجودين يحكوا مع الجمهور. بيقدروا فاذا يصير فيها التواصل بيناتهم لانه في كثير عم نشوف عن جد قديش في اقبال من الطلاب حتى الاكاديميين جداد، يعني الطلاب جداد قديش عم بيقدروا او عم بيحاولوا يفوتوا بعالم السينما لانه عم ترجع تنشط هالقد، قديش هيدا الشيء عم بيكون فعلا دليل كبير انه في نهضه كبيره، وقديش اوقات بتلاقيها انه لا ممكن تكون تحدي بس بنفس الوقت ممكن تكون كمان شغله مش كثير مهمه لالهم، يعني مش مفروض يكونوا كثير عم بيتعاطوا بهذا الشان. في ناس لهم لازم يتعاطوا بشان السينما وفي ناس لا مش لالهم السينما. انا معك في كثير بفوتوا بيدرسوا هالموضوع والحقيقه بيضيعوا وقتهم فيه لانه ما بيقدروا يشتغلوا فيه الدومين، بصفوا عم بيعملوا غير شيء. بس هالسنه تبين لي انه انا لالي صار لي سنين ما شفت كميه افلام هالعدد الكبير افلام منيحه طالعه من الشباب اللبنانيين من الافلام القصيره. القصيره اكيد، ودائما يركزوا على الفيلم القصير لانه الفيلم القصير كثير مهم. أكيد. ما يحلموا بس بالفيلم الروائي، ما بدك تبلشي بالصغير بالاول قبل ما توصلي لهونيك. ولا مش بس القصير، في عندنا افلام وثائقيه اثنين لبنانيه كثير مهمين كثير، ويلز اوف وور لرامي قديح، والثاني توايس ابون ا تايم لنيام عيتاني. اها اثنيناتهم بيتعرفوا حلو اسمه توايس ابون ا تايم، كثير مهضوم اسمه. هي نيام مهضومه. اثنيناتهم بيتعاطوا بالحرب ومش بالحرب، يعني قصصهم طلعوا من الحرب. بس مش انه قتل وضرب، انه صار في قصتين من وراء الحرب، وهي واحد نتاج... على موتوسيكلتات والثاني عن عائله تهجرت بالحرب وهلا زيت وعائله سوريه اللي تهجرت وقعدت بزيت البيت كمان علقتهم مع بعضهم، راحت زارت البيت اللي تهجرت فيه ولقت عائله فيه. وهلا هون عم نلاحظ كمان انه نحن لانه هالجيل نحن نتاج هالحرب يعني اللي قطعنا فيها. مزبوط. ما فينا نطلع منها كليا، دائما الواحد بيجي من هالحرب وانما بيرجع بيقدر يتابع هو لحاله ان شاء الله بيفتح باب جديد من دون التعاطي كمان بالحرب اللي قطعنا فيها ودمغتنا كلنا يعني. مزبوط. للاسف نحن والولاد اللي جايين يعني. مزبوط. انا بدي اقول اكيد كل التوفيق ان شاء الله للمهرجان بيروت للسينما اللي رح يبدا الليله ويبقى 15 شهر ان شاء الله بعدد
عدد من الصالات اللبنانيه، منا سينما موتاني بالانستيتيو فرانسي ومنا جراند سينماز ابي سي اشرفيه. اكيد كلهم يتجهوا لحتى يقدروا يحصلوا على بطاقاتهم ويقدروا يشاركوا معكم بالمهرجان. انا بالختام كمان كنت بدي اقول، بدي وجه تعازي كمان كبيره لرحيل السينياست، مش السينياست، السينوغراف الكبير غازي اهوجي اللي توفى الاسبوع الماضي. ما كنت صح لي انا لو ما كنت على الهواء بحلقات سينما انه نذكر هالشخص اللي كان نوعا ما هو نويت للارت دايركشن كمان، اللي اشتغلها على مدار سنين بالسينما، مش بالسينما، اشتغل بالتلفزيون وايضا بالمسرحيات وعلى المسرح مع الرحابني بخلال عمله كله. نحن رح نرجع نشوفك ان شاء الله بمهرجانات عديده، وانا رح اشوفك ان شاء الله الليله بالافتتاح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشيف سليمان، وايضا محطه مفصله مع ورشه ملح. خليكم معنا.